بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس 21 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي حفص سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في أولى مسائل النوع الرابع من الكتاب في الخصائص، وهي الخصائص المتعلقة بالفضائل والكرامات. وقد تقدم أنها قسمان، ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بغيره. وهذه المسألة الأولى التي وقف بها الحديث ليلة الجمعة الماضية مسألة تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن تحريمهن على غيره أبدا، لقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذه المسألة التي تقدمت بما يتعلق بها من خلاف الفقهاء وتفريعات المسألة، وقفنا فيها عند فائدة استطرد فيها المصنف رحمه الله في تعداد أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مات منهن في حياته، ومن فارقهن ومات عنهن في عصمته صلى الله عليه وسلم وهو معهم. وهذا المجلس تتمة لهذا التعداد الكريم الذي فيه ذكر أمهاتنا، أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أزواج الدنيا وأكرمهن قدرا وأرفعهن شأنا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصهن الله تعالى بهذه المكانة وهذا الشرف وهذا الشرف وهذه الصحبة المباركة له في الدنيا وفي الآخرة. وقد استفتحنا الحديث ليلة الجمعة الماضية بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وتقدم ذكر نبذة من ما يتعلق بسيرتها العطرة. وها نحن ذا نكمل ليلتنا هذه في ذكر ما يتعلق بهذا الباب الكريم. فليلة عامرة تطيب بذكر أمهاتنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهن ورفع قدرهن. ففي سيرتهن العطرة ما تحيي النفوس المؤمنة إيمانا وتوكلا وعلما بعظيم ما يخص الله تعالى به آل بيت رميه صلى الله عليه وسلم، وما يجب لهن علينا من الحق أمة الإسلام صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن زوجاته أمهات المؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وقال الماوردي: 23، 6 متن قبله، و9 مات قبلهن، و8 فارقهن. واللاتي متن قبله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول نسائه، تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام، وعمره 25 سنة، وهي أم أولاده خلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية من كورة أنصنا من الديار المصرية، كان المقوقس أهداها له، ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت كما هو مخرج في الصحيح. وكان موتها قبل الهجرة ب3 سنين، وهي أول من آمن من النساء قطعا. وقال صلى الله عليه وسلم في حقها: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة من كثرة ذكر رسول الله إياها. قالت: وتزوجني بعدها ب3 سنين، وأمره ربه أو جبريل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب،
رواه البخاري. نعم، تقدم هذا القدر من كلام المصنف ونقله رحمه الله ليلة الجمعة الماضية، وتقدم أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرج الشيخان من رواية علي رضي الله عنه: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة، أي خير نساء أهل الدنيا في زمانها، كما ذهب إليه غير واحد من العلماء. قالوا: وليس المراد أن مريم خير نسائها، لأنه يصير كقولهم زيد أفضل إخوته، وقد صرحوا بمنعه لغة، فهو كما لو قيل فلان أفضل أهل الدنيا. وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أفضل نساء أهل الجنة. فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة مريم، وفي رواية خير نساء العالمين، وهو كقوله تعالى: واصطفاك على نساء العالمين. وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء، وهذا لا يمتنع عند من يقول إنها نبية، وفي هذا خلاف ليس هذا موضع ذكره، ومن لا يقول بنبوته يحمله على عالم زمانها، وبالأول جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطبي. ويحتمل أن يراد أيضا بنسائها نساء بني إسرائيل، أو نساء زمانها يعني في تلك الأمة، أو من فيه مضمرة، والمعنى أنها من جملة النساء الفاضلات. ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم يكن من النساء غيرها وغير آسية. وعلى كل، فالمقصود ذكر فضيلة ثبتت لمريم ابنة عمران في زمانها، ولخديجة بنت خويلد رضي الله عنها في زمانها، وهذا مما يذكر في مناقب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وحسبكم أن أمنا عائشة رضي الله عنها الحبيبة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قد وجدت من مكانة أمنا خديجة رضي الله عنها في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ما حملها على غيرة شديدة، تقول فيها: ما غرت على امرأة ما غرت عليها. وعللت ذلك بقولها: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وفي الباب تتمة لقول المصنف ونقله فيما يتعلق بمناقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقال القاضي حسين: إن عائشة ناظرت فاطمة رضي الله عنهما فقالت: تزوجني بكرا وتزوج أمك ثيبا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولي لها إن كان قد أخذك بكرا، فقد أخذت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. لا يعرف هذا الأثر مرويا في كتب الحديث، وربما نقله بعض الفقهاء. وعلى كل، فلو ثبت له سند لأمكن النظر في صحته أو ضعفه. وفيه قصة مناقشة ومناظرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها، وأنها قالت: تزوجني، أي عائشة تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وتزوج أمك ثيبا، يعني خديجة. وفي هذا ما يشير إلى نوع من التفاضل الذي رأت فيه عائشة رضي الله عنها فضلا على خديجة رضي الله عنها. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي لها، يعني فاطمة، قال: قولي لها، يعني قولي لعائشة، إن كان قد أخذك بكرا، فقد أخذت هي يعني خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، يعني إن كانت البكارة منقبة ثبتت لعائشة في شأن نفسها، فقد ثبتت البكارة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لخديجة على غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم، فإنها أول من تزوجه، ومن تزوجها بعد ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام ذا زوجة أو أكثر رضي الله عنهن جميعا. ولو ثبت هذا الأثر لأمكن النظر في سنده صحة أو ضعفا كما تقدم. نعم. ولأجل هذا قال فريق من أصحابنا كما قال القاضي والمتولي: إن خديجة أفضل من عائشة. وقال فريق: بل عائشة أفضل لدوام صحبتها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وطول مدتها إلى موته. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال:
أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكن من عند الله يمضيه. أخرجاه في الصحيحين. وجه الدلالة قوله هذه امرأتك، والسرقة واحدة السرق، وهو الشقق البيض من الحرير خاصة، ولأنها كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسأله عمرو بن العاص قال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. أخرجه البخاري. نعم، في مسألة التفضيل بين ثنتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تعددت مناقبهن وفضائلهن رضي الله عنهن جميعا، خديجة بنت خويلد أولى زوجاته، أولى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، التي نحن في ذكر وسياق شأن فضائلها ومناقبها، وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي ثبت لها الفضل في تعداد مناقبها ما لم يثبت لغيرها. قال لأجل هذا قال فريق من أصحابنا كما قال القاضي والمتولي إن خديجة أفضل من عائشة، وقال فريق بل عائشة أفضل. هذه المفاضلة يا كرام ينبغي أن ننوه بين يديها بأمرين اثنين لا بد منهما. أولهما هذا التفضيل أبدا لا يعني ثبوت منقصة في حق المفضول أبدا. المفاضلة بين الفاضلين يعني مزيد فضيلة في الفاضل لا منقصة في المفضول، وهذا لا بد من التنبيه إليه. كما لو فاضلنا بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا فقلنا إن أبا بكر أفضل، لا يعني هذا منقصة ولا قدحا ولا ثلبا في عمر رضي الله عنه، لئلا يتوهم أحد أن تفضيل عائشة يستلزم منقصة في خديجة رضي الله عنهما أو العكس، بل هذا من باب التفضيل أو التفاضل بين الفاضل من وجوه متعددة. فهذا تنبيه أول. وأما التنبيه الثاني فهذه المفاضلة ليس يترتب عليها أمر عملي ولا حكم شرعي، لكنه النظر في النصوص التي حملت تلك المناقب ودلت على تلك الفضائل، ومن هنا استحب بعض العلماء طي الصفحة وصرف النظر عن مثل هذه المفاضلات، لأنها ربما أوهمت ما لا ينبغي في الوقت الذي لا يترتب عليها أثر عملي أو حكم شرعي. لكن المصنف رحمه الله قد أورد ذلك، والمسألة عند أهل العلم محل خلاف كثير، وقد أطال فيه عدد من الفقهاء في ذكر ما يتعلق بهذه المفاضلة بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. فمما فضلت به خديجة رضي الله عنها تصديقها النبي عليه الصلاة والسلام المبكر، فهي أول من آمن به من النساء، وهذا فضل لم يشاركها فيه أحد رضي الله عنها، وثباتها أيضا وتثبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، فهي القائلة له وقد جاءها فزعا دثروني دثروني، ومرة أخرى زملوني زملوني، ولا يجد عندها إلا الحضن الدافئ والأمان الذي اكتنفه عليه الصلاة والسلام من جميع نواحيه، وهي التي تقول له والله إنك لتصل الرحم وتطعم المعدوم، وإنك تقري الضيف والله لا يخزيك الله أبدا. فكان من ثباتها وتثبيتها لنبينا صلى الله عليه وسلم وصحة عزمها وقوة إيمانها في مثل تلك المرحلة ما لم يثبت لغيرها قط رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. وأيضا فمما فضلت به خديجة رضي الله عنها ما أخرج الطبراني والبزار، لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين، قال وهو حديث حسن الإسناد. وأما عائشة رضي الله عنها فقد ذكر المصنف رحمه الله بعض أدلة من ذهب إلى تفضيلها بدوام صحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام أي بعد النبوة، فإن كانت خديجة رضي الله عنها قد أدركت قبل النبوة 15 سنة حتى بلغ 40، ثم بلغت بعد ذلك نحو من 8 سنين،
فإنها قد جمعت في سن عمرها صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا كبيرا، لكن عائشة رضي الله عنها تجاوزت في ذلك عدد السنوات إن خص بما بعد النبوة، فإنها عاشت معه على الأقل نحو من 10 سنين أو 9 سنوات بالمدينة، ثم استمر ذلك إلى موته عليه الصلاة والسلام. وأما بعض الأحاديث المرفوعة كمثل قوله أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير، يعني قطعة قماش من حرير، يقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يكن من عند الله يمضه، كما في الصحيحين. قال المصنف: والسرقة واحدة من السرق، وهو الشقق البيض من الحرير خاصة. وأيضا مما ثبت به فضل عائشة رضي الله عنها أنها كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأصرح من ذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. أخرجه البخاري وغيره. والمقصود يا كرام أن هذا التفضيل مال إليه من ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها على خديجة رضي الله عنها، لكن هاهنا ينبغي أن نشير إلى أن جملة من أهل العلم قد ذهب إلى التوقف بين المفاضلة بينهما من باب أن كلا منهما رضي الله عنهما قد ثبت لها من الفضل والخير ما لم يثبت للأخرى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال السبكي الكبير الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف شهير، ولكن الحق أحق أن يتبع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة، وكأنه رأى التوقف رحمه الله. وابن القيم رحمه الله جمع مآخذ العلماء فأوجزها فقال: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها إلا أخواتها. ثم قال: وقد جمع هذا المآخذ من بين كلام أهل العلم أن ذلك مما يمكن أن ينتصر به لكل قول، وإنما نقول في كل فضيلة وخير ومنقبة، وقد جعل الله لكل منهن قدرا ومكانة رفيعة، وليس لنا إلا حبهن جميعا والترضي عنهن وحمل سيرتهن على أعطر وجه وأكمله وأحسنه وأبهاه، فرضي الله عنهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أصحابنا أيضا في أن عائشة أفضل من فاطمة أم فاطمة أفضل منها، وقد تقدم مناظرتها لها فيما حكيناه عن القاضي حسين في المسألة الثانية قبل النوع الثالث. نعم، هي لا توجب التفضيل. قال ابن دحية في كتاب مرج البحرين: ذكر بعض الجهلة أن عائشة أفضل من فاطمة، واستدل على ذلك أنها عند علي في الجنة وعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا لا يوجب التفضيل. ثم أطال في الرد عليه. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى وجه تفضيل آخر يذكره أهل العلم بين كل من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدم حكاية المناظرة عن قول القاضي حسين المذكورة في صدر هذا المجلس. قال: نعم، هي لا توجب التفضيل. قال ابن دحية: ذكر بعض الجهلة أن عائشة أفضل من فاطمة، واستدل على ذلك أنها عند علي في الجنة وعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن زوجة كل رجل تكون في منزلة زوجها، فإذا كانت عائشة في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بذلك أفضل من فاطمة التي ستكون في منزلة علي رضي الله عنه، وما من شك أن منزلة الأنبياء فوق غيرهم من سائر البشر. قال: وهذا لا يوجب التفضيل. ثم أطال في الرد عليه، وهو مما قد يشار إليه إلى رأي الإمام ابن حزم رحمه الله، فإنه قال: إن أفضل الناس أعلاهم درجة في الجنة،
ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام، فمن كان معهم في درجتهم فهو أفضل ممن دونهم، وليس ذلك إلا لنسائهم فقط. ولا يلزم من ذلك أيضا تحميله رحمه الله القول بتفضيل عائشة على فاطمة رضي الله عنهم جميعا. أما فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيأتي للمصنف مزيد كلام في تفضيلها التفضيل المطلق على سائر نساء الأمة لعدة نصوص، أصرحها وأدلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، كما في حديث البخاري ومسلم. وكونها بضعة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله لا نعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ حين ساررها في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وفي غير ما حديث: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة أفضل من أخواتها. فهذا صريح في تفضيلها. وعلى كل، فإنه لما سئل الإمام أبو بكر ابن داود الظاهري، وسيأتي قوله بعد قليل، أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ قال الشارع: قال فاطمة بضعة مني ولا أعدل ببضعة منه أحدا. وقال المتولي كما في التتمة: تكلم الناس في عائشة وفاطمة أيهما أفضل، أيتهما أفضل؟ قال: والأولى بالعاقل ألا يشتغل بذلك، لأن طريق التفضيل الإجماع، فقوم قول فاطمة لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوم قالوا عائشة أفضل. وحكي عن الشيخ أبي سهل الصعلوكي أنه قال: من أراد أن يعرف الفرق بينهما فليتأمل في زوجته وابنته. يقصد أن للرجل في قلبه من المكانة للزوجة ما ليس للبنت، وللبنت ما ليس للزوجة، لكن هذه المفارقة لا تتيح التفضيل، لأنها مفارقات يثبت بها من الفضل خصوصية تتعلق بنوع القرابة وصلتها. فللزوجة من القلب في المكانة والمحبة والمودة مما جعله الله عز وجل ما لا يتأتى مثله للبنت، وتبقى البنت قطعة من قلب أبيها وبضعة منه، وهذا أيضا مخالف لمكانة الزوجة في القلب. فكان جوابا دقيقا ألمح في إيجاز إلى الكف عن مثل هذا التفضيل، لأنه يتعلق بمتغير لا يتسنى فيه المفاضلة من وجوه واحدة معتبرة، والعلم عند الله. نعم. قال: وسئل العالم الكبير أبو بكر بن داود بن علي: أعائشة أفضل أم خديجة؟ فقال: عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل. فقيل له: فمن أفضل، أخديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة بضعة مني ولا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. لما سئل أبو بكر ابن داود بن علي، وهو ابن الإمام داود الظاهري رحمة الله عليهما، سئل: أعائشة أفضل أم خديجة؟ فقال مستدلا للفضيلة لخديجة على عائشة، قال: عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، يشير إلى حديث الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام؟ قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. وأما خديجة فأقرأها جبريل السلام من ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث ليلة الجمعة الماضية لما أتى جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام أو إدام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والمراد أن من ورد له السلام من ربه عز وجل
على لسان أمين وحيه وروح القدس جبريل عليه السلام أعلى وأجل ممن أتاها السلام من جبريل عليه السلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فهذا التفضيل لا يلزم له وجه مخالفة يقتضي منقصة أو ثلبا في حق إحداهن، بل هن جميعا رضي الله عنهن على عز المراتب في الشرف والسؤدد ورفعة المكانة. قلت: ولقد قال لها عليه الصلاة والسلام حين بكت بعدما سارها ثانيا عند موته: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت وليس لها في الصحيح سواه. نعم، عقب المصنف رحمه الله على تعليق الإمام أبي بكر بن داود رحمه الله، قال مستدلا أيضا على تفضيل فاطمة رضي الله عنها على ما سبق ذكره، قال: من الأدلة ما قال لها صلى الله عليه وسلم حين بكت بعدما سارها ثانيا، لأنه سارها أولا وهو على فراش موته يحتضر بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. أقبلت فاطمة تبكي فسارها في أذنها أنها ستكون أول أهل بيته به لحوقا، ثم سارها ثانيا بقوله: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت رضي الله عنها وكتمت هذا السر، حتى استنطقتها عائشة رضي الله عنها بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت به. قال المصنف: وليس لها في الصحيح سواه، يعني ليس لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المروية مما أخرجه الشيخان في الصحيحين سوى هذا الحديث، ثم عطف عليه بحديث آخر. نعم. وقولها: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أراد رحمه الله أن هذا حديث آخر أيضا مخرج لها في الصحيح، وليس على الحصر الذي ذكره قبل قليل في الحديث السابق. نعم. وادعى ابن دحية في تنويره أنه ليس في الصحيحين سوى الأول. قال العلماء: وفاطمة أفضل من أخواتها، لأنهن في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ميزانها. أما ما رواه الطحاوي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة. لما أتى المصنف رحمه الله على مسألة المفاضلة بين عائشة وخديجة، ثم ثنى بتفضيل فاطمة على عائشة رضي الله عنهن جميعا، تبين أن فاطمة رضي الله عنها بكونها ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه، فإنه لا يعدل هذا المعنى في حقها التفضيل على أحد قط، وأنها أفضل من الكل. فهذا يستدعي أن يكون الحديث أيضا متعلقا بسائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية وأم كلثوم، فإنهن أيضا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنهن مشاركات لفاطمة رضي الله عنها في هذا الفضل. فماذا عن التفضيل بين البنات؟ قال رضي الله عنه ورحمه: قال العلماء: فاطمة أفضل من أخواتها، لأنها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ميزانها. وسيورد هاهنا أمرا متعلقا بهذا التفضيل، وما يتعلق بحديث يخص زينب رضي الله عنها بفضيلة ومنقبة، وما الجواب عنه في تفضيلها على فاطمة، كما سيأتي ذكره الآن. أما ما رواه الطحاوي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب، يعني ابنته، يعني ابنته لما خرجت من مكة وأدركها هبار بن الأسود حتى ألقت ما في بطنها وأعطاه خاتمه، وجاء إلى راعي غنم لها فأعطاه الخاتم واستكتمه، فأعطاها الخاتم فعرفته، حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها: اركبي بين يدي. قالت: لا، لكن اركب أنت. فركب وركبت وراءه،
حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل بناتي أصيبت في. نعم، وهذا موضع الشاهد، قال في شأن زينب هي أفضل بناتي أصيبت في. نعم، فجوابه إن صح أنه يحتمل كان في ذلك الوقت، ثم وهب الله لفاطمة من الأعمال الصالحة والأحوال السنية والكمال ما لم يشركها فيه أحد من بناته سواها. وأجاب الطحاوي عن مجيء زيد بزينب بأن زيدا كان في حكم التبني أخا لزينب، محرما لها جائزا له السفر بها كما يجوز للأخ لو كان لها. نعم، قال رحمه الله تعالى: أما ما رواه الطحاوي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب، يعني ابنته، لما خرجت من مكة، والقصة في هجرتها رضي الله عنها، فإنها لما أرادت اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة إلى المدينة أدركها هبار بن الأسود قبحه الله، فتعرض لها وأفزعها حتى ألقت ما في بطنها وكانت حاملا. وأن زيد بن حارثة أعطى الخاتم وجاء راعي الغنم فأعطاه الخاتم الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطى الراعي واستكتمه ورأته زينب رضي الله عنها عرفته، عرفت أنه خاتم أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث به رجل مأمون من أصحابه، حتى إذا كان الليل خرجت إليه وركبت وراءه حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الذي أصابها في هذه الرواية شيء من الفزع في طريق الهجرة والأذى، إنما كان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم واللحاق به. والحديث والقصة أخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد وابن هشام في السيرة، قال: فلما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنته التي كان يحمل همها، وبعث في شأنها زيد بن حارثة، قال: لما أقبلت عليه: هي أفضل بناتي أصيبت في. يعني أن الذي أصابها في هذه القصة كان من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فعد ذلك منقبة لها رضي الله عنها. فقوله هي أفضل بناتي هو موضع الشاهد في تفضيلها على سائر أخواتها وبينهن فاطمة رضي الله عنها. قال المصنف: جوابه إن صح، وبهذا القيد جعل الجواب عن الرواية مقيدا بثبوته صحة في السند. قال: يحتمل أن يكون في ذلك الوقت، يعني لما كانت فاطمة آنذاك صغيرة بين أخواتها، وزينب رضي الله عنها قد بلغت في الفضل ذلك المبلغ، فكان في ذلك الوقت قوله هي أفضل بناتي مقيدا بذلك الحال وتلك المرحلة، وأنها كان لها ذلك الشأن الذي فضلت به. ثم قال: وهب الله لفاطمة من الأعمال الصالحة والأحوال السنية والكمال ما لم يشركها فيه أحد من بناته سواها. وفي أثناء القصة ما يتعرض لقصة إتيان زيد إلى زينب وحمله إياها وركوبها معه، وأنه ليس لها محرمية بينها وبينه، فأجاب بأن زيدا كان في حكم التبني أخا لها، وهو الذي كان يقال له زيد بن محمد قبل أن تنزل آية الأحزاب: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأن ذلك كان جائزا له السفر بها والخلوة بها كما يجوز للأخ من النسب لو كان كذلك. ويدل على ذلك ويؤيده في هذا الجواب أن القصة وقعت في أول الهجرة، وذلك بعد غزوة بدر بشهر تقريبا، وكان ذلك أيضا قبل نزول حكم الحجاب وآياته، فتبين أن لا إشكال مما يوهمه ظاهر الرواية في قصة مجيء زيد رضي الله عنه بزينب رضي الله عنها. وهنا أتى المصنف رحمه الله تعالى على تمام ما أراده من الحديث بشأن المفاضلة، بشأن مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها وما تعلق به من المفاضلة بينها وبين عائشة وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وينتقل إلى ثاني أمهات المؤمنين. الثانية: زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، دخل بها
وأقامت عنده شهورا ثم ماتت، وهي أخت ميمونة بنت الحارث من أمها. وجزم ابن الأثير في معرفة الصحابة بأنه لم يمت من أزواجه قبله غيرها وغير خديجة رضي الله عنهما. يرتب المصنف رحمه الله هاهنا أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب وفاتهن، مقيدا ذلك في هذا القسم بمن مات منهن في حياته، فابتدأ بأولاهن نكاحا وأولاهن وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها، وثنى بأم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية، هي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المشهورة بأم المساكين رضي الله عنها، من شدة برها وصدقتها وإطعامها للمساكين حتى سميت بأم المساكين رضي الله عنها. كانت زوجة لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب المستشهد في بدر في أول الغزوة، لما خرج المبارزون حمزة وعلي وعبيدة، فأما حمزة وعلي فاستبقا خرنيهما فقتلاهما، وأما عبيدة فتنازع هو وصاحبه طعنة إثر طعنة حتى كر علي وحمزة عليه فقتلاه، وحمل عبيدة بن الحارث مصابا فاستشهد يوم بدر، وجعلت أمرها أي زينب بنت خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وأما الحافظ بن عبد البر فذهب إلى أنها كانت زوجة عبد الله بن جحش الذي استشهد يوم أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة. وقيل إنه كان عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد عبيدة، وعبيدة تزوجها بعد أخيه الطفيل بن الحارث. وعلى كل حال فالثابت أنها لم تدم صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة إلا يسيرا، شهرين أو 3، وقيل بضعة أشهر. وهذا الشأن في أم المؤمنين رضي الله عنها، كما قال المصنف أقامت عنده شهورا، قيل شهرين أو 3 ثم توفيت، وقيل بضعة أشهر، والحاصل أنها كانت دون 6 أشهر يقينا. قال: وهي أخت ميمونة بنت الحارث من أمها. وسيأتي ذكر ميمونة رضي الله عنها في الزوجات اللاتي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئلا يقال كيف تزوج أختين، فالجواب أنه لم يجمع بينهما. تزوج زينب أولا وهي أخت لها من أمها، ثم ماتت بعده بيسير، وبعد ذلك بسنوات تزوج ميمونة بنت الحارث، فلم يجمع صلى الله عليه وسلم بين الأختين. قال ابن الأثير: لم يمت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبله إلا خديجة وزينب بنت خزيمة، وهذا الجزم في من دخل بهن، وإلا فالآتي ذكرهن على خلاف، فإنه لم يثبت لأحد منهن الدخول بهن، إما العقد وإما الخطبة كما سيأتي ذكرهن تباعا. نعم. الثالثة: سبا بنت الصلت، ماتت قبل أن يصل إليها. سبا، ويقال لها سناء بنت الصلت السلمية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يدخل بها. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في اسمها خلافا، ورجح أنها سناء بنت الصلت، والعلم عند الله تعالى. نعم. الرابعة: أساف أخت دحية الكلبي، ماتت قبل أن تصل إليه. أساف، ويقال شراف بنت خليفة بن فروة الكلبي، أخت دحية بن خليفة الكلبي. دحية الصحابي المشهور ذو الهيئة الحسنة والصورة الجميلة، التي كان الملك جبريل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أتى في صورة دحية بن خليفة الكلبي لحسن مظهره وجمال مرآه رضي الله عنه. فأساف هي أخت دحية، قال ماتت قبل أن تصل إليه، إذن فالمسألة أيضا عقد دون دخول، يعني جهزت ثم سير بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ماتت في الطريق قبل أن تصل إليه. نعم. الخامسة: خولة بنت الهذيل، ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل هي التي وهبت نفسها. نعم. السادسة: خولة بنت حكيم بنت حكيم السلمية، ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل أيضا هي التي وهبت نفسها. نعم.
هاتان الخامسة والسادسة خولة بنت الهذيل وخولة بنت حكيم، كلتاهما قد قيل فيها إنها من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في النوع السابق الذي مضى ذكره في المباحات والتخفيفات، وأنه من المباح للنبي عليه الصلاة والسلام نكاح من وهبت نفسها وتقدم هناك الخلاف في اسمها. قال هنا خولة بنت الهذيل، والمراد بها بنت هذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث بن حبيب، هي ابنة أخت دحية الكلبي، فإن أمها ابنة خليفة بن فروة أخت دحية، فعلى هذا فيكون دحية خالها، ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل هي التي وهبت نفسها. وأما السادسة فخولة بنت حكيم، قال ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل أيضا هي التي وهبت نفسها. وتقدم أيضا هناك أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات عنها عثمان بن مضعون رضي الله عنه الذي تزوجها أولا، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجأها، وكانت تخدمه عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة صالحة فاضلة. وتقدم في صحيح البخاري قول عائشة رضي الله عنها كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قالت ما أرى إلا ربك يسارع في هواك. الحديث أخرجه في كتاب النكاح. وهذه أيضا ثلاثة أسماء أو أربعة فيها الخلاف السابق في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ست نسوة ثبت منهن ثنتان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بهما، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. وأما الأربع الباقيات سبا أو سناء بنت الصلت وأساف بنت فروة الكلبي بنت خليفة بن فروة الكلبي وخولة بنت الهذيل وخولة بنت حكيم، فلم يثبت لهن دخول النبي صلى الله عليه وسلم بهن، لكن لما حصل العقد عددنا في أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما التسع اللاتي مات عنهن، فالأولى عائشة بنت الصديق تزوجها بعد موت خديجة بسنتين أو ثلاث كما سلف عن رواية البخاري، والأولى في البخاري أيضا بمكة وهي بنت سبع أو ست وكلاهما في الصحيح، وبنى بها في المدينة في شوال وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الثانية، وقال الواقدي في الأولى، وقال ابن دحية الأول هو الصحيح والواقدي كذاب، وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي بل الصحيح ما قاله الواقدي فأوضحه، وهي بنت تسع ولم يتزوج بكرا غيرها، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة، وقيل بل تزوج قبلها سودة بنت زمعة، وكانت عائشة أحب نسائه إليه. نعم. قال وأما التسع اللاتي مات عنهن، وقبل ذكرهن فمما يتعلق باللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله يحسن ذكره هنا، وهي أن الواهبة التي وهبت نفسها هي التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين بسور من القرآن، ولا يرى رحمه الله تعدد القصة، وأنهن كن غير واحدة ليقال إن خولة كانت واحدة منهن، كما رأى رحمه الله أن المستعيذة الجونية وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها فاستعاذت بالله منه فتركها، وكذلك الكلابية التي استعاذت ففارقها، وأخرى رأى بكشحها بياضا فطلقها، ولم يجنح في عددهن على أكثر من أربع نسوة أو خمس كما رجح في زاد المعاد رحمه الله تعالى.
أما نساء النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن وهن زوجاته وفي عصمته، ومن ثبتت أمومتهن لنا أمة الإسلام جميعا، فأولاهن في الفضل والمكانة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، ابنة أبي بكر رضي الله عنه. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة بسنتين أو ثلاث كما سلف في رواية البخاري، والأولى أيضا في البخاري أيضا بمكة، وهي بنت سبع أو ست، قال وكلاهما في الصحيح. أما في البخاري فقد قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين بمكة، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج، وتحدثت عن زفافها وهي بنت تسع، أخرجه البخاري. وأما الذي في مسلم فأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعابها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة، وأمها أم رومان بنت عامر ابن عويمر الكنانية. والصديقة عائشة بنت أبي بكر من فضليات بل من أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقدم مفاضلة أهل العلم بينها وبين خديجة لعلو مكانتها ورفعة قدرها. قال وبلى بها بالمدينة في شوال في السنة الثانية، وقال الواقدي في الأولى، وقال ابن دحية الأول هو الصحيح، قال المصنف والواقدي كذاب. يعني هل بنى بها في المدينة في السنة الأولى أم في السنة الثانية؟ قال الواقدي في السنة الأولى من الهجرة، وقال غيره بل في السنة الثانية، وهو تأريخ يختلف فيه أهل العلم. لكن المقصود أن الذي كان بمكة بعد موت خديجة رضي الله عنها كان العقد فقط، إذ كانت آنذاك بنت ست سنين أو سبع كما في مسلم. ولما كانت كذلك لم يكن الدخول بها في مكة، بل كان بعد الهجرة إما في السنة الأولى أو في الثانية. قال ابن دحية الأول هو الصحيح، يعني كونها في السنة الثانية من الهجرة. قال والواقدي كذاب، يشير إلى محامل أهل العلم في رواية الواقدي للحديث، وأن روايته متروكة عند جمهور العلماء المحدثين. أما في التواريخ والحوادث والسير فالرجل مؤرخ عمدة لا يؤخذ عنه كثير مما ذكر في السير والتواريخ. وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي بل الصحيح ما قال الواقدي فأوضحه. وعلى كل دخل بها وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها، وهذا فيه منقبة لأمنا عائشة رضي الله عنها من جهة، وفيها أيضا حكمة جليلة تتعلق بتعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة ذلك من جهات متعددة، لئلا يبقى للطاعنين باب ولا للشبهة مورد في قلوب أهل الإسلام عندما يثير المغرضون والحاقدون والمسيئون لمقام النبوة حول شأن تعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرتهن، وأن ذلك يتأتى من قبل الاشتغال بالنساء والرغبة في التوسع في أمور الدنيا ونحو ذلك. فيقال لو كان كذلك لاستكثر عليه الصلاة والسلام في الزواج من النساء البكر، لكن أن ينظر إلى زوجاته التسع اللاتي مات عنهن، أو الإحدى عشرة اللاتي عقد عليهن ودخل بهن، أو غيرهن حتى ممن عقد ولم يدخل بهن أو طلقها أو نحو ذلك، فإن هذا العدد لا يوجد بينهن بكر إلا واحدة هي عائشة رضي الله عنها. وأما الباقيات فثيبات، إما من مات زوجها أو طلقها أو أسلمت بعد الهجرة أو نحو ذلك. فلو كان الشأن شهوة أو رغبة في التوسع في مسألة النساء لكان على أمر غير ذلك، لكن تعدادهن وتغير قبائلهن واختلاف أنسابهن كان له حكم جليلة. ليس هذا موضع ذكرها، حسبنا الإشارة إلى هذه الجملة، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. وبهذا كانت تفاضل عائشة رضي الله عنها على غيرها من ضرائرها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها لصغر سنها مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة فقط. قوله وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة، وقيل بل تزوج قبلها سودة بنت زمعة. هذا الخلاف أيتهن كانت قبل أهي أم سودة إنما هو خلاف ينبغي أن يجمع بينه في القول. والصحيح أن العقد كان على عائشة أولا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، ثم عقد على سودة،
لكن لما تأخر دخوله بعائشة بعد الهجرة وتقدم دخوله بسودة صح قول من قال إن سودة كانت قبل أي دخولا بعد العقد، وقول من قال إن عائشة كانت قبل أي عقدا بغض النظر عن الدخول. فإذا تزوج خديجة رضي الله عنها حتى ماتت ولم يتزوج عليها امرأة سواها، ثم عقد على عائشة رضي الله عنها ولم يدخل بها لصغر سنها، ثم عقد على سودة وتزوجها ودخل بها بمكة قبل الهجرة، فكانت معه بمكة زوجة بعد وفاة خديجة رضي الله عنهن جميعا. قال: وكانت عائشة أحب نسائه إليه، وهذا بالنص الصحيح الصريح. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا نص في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وتفضيله إياها وكونها رضي الله عنها كانت محبوبة، ولذلك شواهد عدة، منها أن سودة لما تنازلت عن ليلتها رغبة في بقائها وإيثارا بصحبتها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته تنازلت عن ليلتها لعائشة، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تحينوا الفرص لإهدائه الهدايا تحينوا ليلته عند عائشة. وأشهر ذلك وأوضحه أنه لما مرض في وفاته صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته أن يطبب عند عائشة فأذن له، فكان عندها حتى مات في حجرها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. فحضن خديجة كان الصدر الذي استقبله لما نبئ وبعث رسولا، وحضن عائشة رضي الله عنها هو الذي استقبله لما فارق الدنيا وفاضت روحه إلى باريها. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ورضي الله عن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين بالاستثناء رضي الله عنهن، ورزقنا محبتهن وإكرامهن وإنزالهن المنزلة اللائقة بهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. الثانية سودة بنت زمعة، أي الثانية من التسع اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم. تزوجها بعد عائشة كما أخبرت بذلك في الصحيحين. فلما عرف أخوها عبد بن زمعة حث التراب على رأسه ثم سفه نفسه في ذلك لما أسلم. سودة رضي الله عنها بنت زمعة بن قيس ابن عبد شمس، أمها من بني النجار من الأنصار، كانت تحت السكران بن عمرو، خرج بها إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم قدم بها مكة فتوفي عنها. فلما حلت من عدتها أرسلت إلى رسول الله أو أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت: أمري إليك يا رسول الله، فتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهي التي وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها كما تقدم. وفي البخاري أنها وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل عائشة بيومها ويوم سودة. لما عرف أخوها عبد بن زمعة ذلك وكان مشركا حث التراب على رأسه، فلما أسلم سفه نفسه في ذلك أي ندم على ما كان عنه، وقد أخرج ذلك ابن حجر في ترجمة سودة في الإصابة، والله أعلم. الثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها بالمدينة بعد سودة. قال الماوردي: كان عثمان خطبها فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على من هو خير لها من عثمان، وأدل عثمان على من هو خير له منها. وتزوجها عليه الصلاة والسلام وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تزوجها بعد سودة بالمدينة. قال الماوردي: كان عثمان خطبها فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على من هو خير لها من عثمان، وأدل عثمان على من هو خير له منها. أراد أنه خير من عثمان حين تزوجها، وكان لعثمان أم كلثوم بنته عليه الصلاة والسلام خير لها، خير له من حفصة. ولكن هذا المقصود أو المذكور هنا عن الماوردي خلاف ما في الصحيح، والصحيح أن عثمان لم يخطبها، بل إنها لما تأيمت
بموت زوجها خنيس بن حذافة السهمي شهيدا يوم أحد، عرضها عمر على عثمان فاعتذر، ثم عرضها على أبي بكر فاعتذر فلم يرد عليه بشيء، وذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فوجد عمر لذلك في نفسه وجدا، إلى آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها، ثم زوج عثمان من ابنته أم كلثوم، وتزوج هو حفصة بنت عمر بن الخطاب، ولها من الشرف من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونها من أمهات المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة. هكذا أخرج الإمام ابن عبد البر: فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. والصحيح أو الثابت من سنن أبي داود بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، لكن لها من الفضل والمناقب في حسن عملها وصومها وقيامها رضي الله عنها. وفيها وفي عائشة رضي الله عنهما نزل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم، أي في شأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له كما في سورة التحريم. ولما تواطأت وعائشة رضي الله عنهما على ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء تأييد الله لنبيه وجاء الإعذار إليهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هؤلاء ثلاث من نسائه عليه الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن، وهن كما قال المصنف تسع، ويبقى ست نرجئهن لمجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأتمها، ورضي الله عن زوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين وأعلى مكانتهن، وحفظ قدرهن من عدوان المعتدين وشنآن الشانئين، وحفظهن من كل سوء وأذى ومكروه يتطاول به البغاة والسفهاء والحاقدون، ورزقنا الله عز وجل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وشفاعته والورود على حوضه والظفر برؤيته وصحبته يوم نلقى ربنا عز وجل في جنات النعيم.